ساعات قليله كان بيأدي مران. ويمكن معانا دلوقتي كمان نطمن على بعثتنا ونطمن على فرقتنا من خلال يعني زميلنا امير هشام المتواجد حاليا في ابو ظبي لمتابعه بعثتنا واخبارنا. نطمن منه على كمان خبر كان يمكن وصل يمكن على السوشيال ميديا من قليل، وهي اصابه جديده ليه طبعا. فكروني مين اللي اتعور؟ عمار حمدي. فعلا للاسف عمار حمدي لعيب مميز جدا، لكن كان في اصابه في التدريب. يا رب ان شاء الله تكون اصابه بسيطه، لان يمكن الاخبار جايه ان هو يمكن عمار حمدي اتنقل الى احدى المستشفيات زي ما حضراتكم شايفين في الصوره. عمار يمكن اصابه واضح جدا انها اصابه في الركبه، لكن خلينا نطمن من امير. امير مساء الخير عليك. مساء الخير عليك يا كابتن هاني، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. يعني الاهلي بيواصل طبعا استعداداته لمباراه مونتيري في كاس العالم للانديه واولى مباريات النادي الاهلي في هذه البطوله، لكن خليني ابتدي معاك من الاخر والخبر الاهم والاحدث في هذه اللحظات، وهي اصابه عمار حمدي في الركبه ونقله الى احدى المستشفيات القريبه من ملعب التدريب عشان يعمل اشعه رنين ويتم التاكد من مدى قوه وحجم الاصابه. وخليني اقول لك ان الامور غير مبشره يا كابتن هاني، ومن المؤكد ان عمار حمدي خارج مباراه مونتيري بشكل رسمي. ده اللي اقدر اكده مع حضرتك في هذه اللحظات. يعني اصابه في الركبه اصابه قويه جدا وغير مبشره، لكن خلينا نتفائل خير وخلينا ننتظر نتيجه الاشعه. اشعه الرنين هي اللي هتحدد نوع الاصابه وحجمها ومده الغياب. والاصابه بالتحديد كانت مع نهايه يعني المران، قبل المران ما ينتهي تقريبا بحوالي 10 دقائق بالظبط، في يعني كوره مشتركه كده اثناء التقسيمه اتعور من خلالها عمار حمدي. لقطات اعتقد كل جماهير النادي الاهلي شافتها في هذه اللحظات. يعني الظروف مستمرة في ان هي تكون عكس النادي الاهلي في هذه البطولة، بطولة كاس العالم للاندية. في حياتي ما شفتش حظ اسوأ من حظ النادي الاهلي اللي بيواجهه خلال الفترة الحالية لعيبة في المنتخبات المختلفة، او بالتحديد في منتخب مصر. بعض الاصابات لبعض اللاعبين اللي مؤثره بشكل كبير جدا في تشكيله النادي الاهلي، لعيبه رد فعل الجهاز الفني موسيماني في خططه كلها. يعني طبعا يعني هي حاله من حالات الحزن بكل تاكيد. أكيد. مش الجهاز الفني بس، البعثه كلها، كل الناس اللي كانت موجوده في التدريب، كل افراد البعثه، الكل كان حريص ان هو يحاول يطمن على عمار اللي شفناه في حاله يعني حزن كبيره جدا. فبالتالي بعد ما شفنا الاصابه الناس كلها كانت زعلانه ومتاثره بسبب حجم هذه الاصابه، خصوصا ان عمار كان هيبتدي اساسي في المباراه، بجوار اليو ديانج في نص الملعب، وكان الامور ماشيه في هذا الاتجاه. وفي الحقيقه كان مؤدي يعني تدريبات قويه جدا وبشكل مميز جدا، وكان بيتالق بشكل كبير، لكن هو سوء الحظ للاسف اللي واجه عمار واللي بيواجه النادي الاهلي خلال الفتره دي. في كل الاحوال نتمنى له يا رب الشفاء العاجل، نتمنى ان الامور تكون بسيطه يعني عكس المؤشرات الاوليه، نتمنى ان الامور تكون بسيطه بالنسبه لعمار. ان شاء الله يا امير، ان شاء الله تكون الامور بسيطه، او اكتر حاجه هتقول لنا ايه هي حجم الاصابه. يعني اتفضل كابتن هاني. اتفضل. اكيد طبعا، اكيد كلنا زعلانين مفيش شك، وخاصه عمار من اللعيبه المميزه. لكن كمان خلينا نتكلم، دايما وقت الشدايد بتلاقي جماهير النادي الاهلي وبتلاقي لعيبه النادي الاهلي على مستوى المسؤوليه. مفيش شك ان الامور صعبه جدا على مستوى غيابات اللعيبه الدوليه، كمان على مستوى الاصابات زي ما احنا شايفين، لكن دايما بيبقى لعيبه النادي الاهلي، وده اللي اتعلمناه في النادي الاهلي من صغرنا. المباريات بتكون قويه جدا، المباريات طبعا بينزلوا بروح عاليه جدا. واعتقادي الشخصي حتى من المعاناه بتتولد الايجابيه والطاقه، مفيش شك كلنا زعلانين، لكن كمان ده بيدي حوافز كبيره ان شاء الله للاعبتنا اللي هتشرفنا ان شاء الله يوم السبت يا امير. باذن الله. في كل الاحوال طبعا لعيبه النادي الاهلي الجهاز الفني الناس بتشتغل بشكل قوي جدا وبتركيز كبير قوي، ويعني بيحاولوا ان هم يعملوا بطوله كبيره، يحاولوا ان هم يمثلوا النادي الاهلي والقاره الافريقيه ومصر بكل تاكيد بالشكل المطلوب وبالشكل اللي احنا متعودين عليه دايما من النادي الاهلي، حتى لو الظروف معاكسه ليك، لكن انت بتلعب دايما بروح فانيلا الحمراء برجوله كبيره جدا في الملعب، وده اللي احنا اتعودنا عليه من خلال النادي الاهلي ايا كانت ايه هي الظروف. وده امر انا حابب ان انا
اكد عليه بالمناسبه بالنسبه لكل جماهير النادي الاهلي، التركيز هيفضل مستمر، التركيز هيفضل موجود عند اللعيبه علشان باذن الله نحاول ان احنا نعمل مباراه كبيره امام مونتيري، الفريق القوي واللي هيكون مكتمل بالمناسبه الا لاعب او اثنين، يعني شيء بشيء يذكر، في لاعب في مونتيري النهارده ما سافرش، كان المفروض جاي، هو لاعب دولي في منتخب المكسيك مدافع بسبب ايجابيه عينته، فبالتالي ما سافرش للامارات او لابو ظبي تحديدا، لكن هيعمل عينه ثانيه او هيعمل مسحه ثانيه هي تاكد سلبيتها، في حاله سلبيتها هيجي ويسافر ويوصل وينضم لبعثه فريق مونتيري، ولو انضم هيبقى في صعوبه كبيره ان هو يلعب المباراه، لانه لو واصل هيوصل مثلا يوم الجمعه بالليل او قبل ساعات قليله جدا جدا من انطلاق مباراه الاهلي ومونتيري. في كل الاحوال الكل مركز والكل طبعا اكيد التركيز عالي جدا بمنتهى القوة ان هو يعمل مباراه كبيره امام مونتيري، واحنا متعودين دايما على النادي الاهلي حتى زي ما انت قلت يا كابتن هاني، في ظل الصعاب والظروف اللي ممكن تكون متقابلها بتقدر تتخطى وبتقدر تعدي. والنقطه الاهم ان جمهور النادي الاهلي عنده درجه كبيره جدا جدا من الوعي بكل ما يحيط بالفريق، من ظلم وقع من الاتحاد الدولي لكرة القدم، سواء بقى مش عايز اقول عن عمد، اكيد بدون عمد، يعني بسبب ظروف كتير جدا خاصة بالاجندات الخاصة بالارتباطات الدولية والافريقية وارتباطات الاندية في مختلف القارات، يعني بيبقى حزبة صعبة وكبيرة شوية. لكن خلينا دايما نبص يا امير، خلينا دايما نبص كمان للايجابيات عن اخره في مباراه الاهلي مونتيري، وهيكون في مؤازره كبيره جدا للفريق في هذه المباراه من الجاليه المصريه والاهلاويه الكتير جدا جدا الموجودين والمنتظرين ان هم يشوفوا الاهلي في الملعب يوم السبت باذن الله تعالى. اكلم بقى حضرتك بخلاف ملف عمار والظروف وكل هذه الامور، اكلمك شويه عن مران الاهلي النهارده اللي تم يعني تقديمه لمدة نص ساعة علشان الفريق يرجع ويتفرجوا هنا في إحدى القاعات في مقر النادي الأهلي على المباراة الهامة والمصيرية لمنتخبنا الوطني أمام الكاميرون، اللي بنتمنى لهم يا رب كل التوفيق بإذن الله تعالى في هذه المباراة القوية. فبالتالي كان من المفترض المران يكون الساعة 8 بتوقيت أبو ظبي، تم تبكيره عشان يكون الساعة 7:30، فعلا الفريق راح واتمرن ومنذ لحظات قليلة جدا كان انتهى المران. ويعني وأنا بتكلم معاك كده كابتن هاني هيكون الأتوبيس النادي الأهلي في طريقه للوصول لمقر إقامة الفريق، بعد ما يوصلوا مباشرة هيكون في وجبة العشاء، بعدها مباشرة هيتم الاستعداد لمشاهدة مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، وبإذن الله منتخبنا يكون موفق في هذه المباراة، يتأهل المباراة النهائية. يعني دي أبرز الأحداث وأبرز الأمور حتى هذه اللحظات يا كابتن هاني، لكن خلينا متفائلين دايما أيا كانت الظروف، إن شاء الله بإذن الله الأهلي شرفنا، وإن شاء الله بإذن الله نشوف مباراة كبيرة جدا من رجالة الأهلي أمام مونتيري إن شاء الله يا أمير. ومن خلال طبعا قناتنا وصل تحياتنا لكل لاعيبة النادي الأهلي والجهاز الفني وكل المتواجدين في البعثة، وقول لهم جماهير النادي الأهلي جماهير واعية، أكيد جماهير النادي الأهلي دايما بتطمع في الفوز، لكن كمان جماهير النادي الأهلي بتقدر الظروف بشكل كبير جدا. إن شاء الله كل التوفيق لفرقتنا يوم السبت، يعملوا اللي عليهم، يحاربوا في الملعب من أجل اسم، أولا اسم مصر، لأن النادي الأهلي بيلعب باسم مصر، باسم النادي الأهلي، الحاجات اللي احنا اتعلمناها في النادي الأهلي، الروح القتالية العالية، وإن شاء الله كل التوفيق. احنا بنلعب فرقة كبيرة عندها خبرات كبيرة جدا جدا على المستوى الدولي، ولكن يبقى اسم النادي الأهلي والأهلي بمن حضر. أمير بنشكرك شكرا جزيلا.